ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل التنت الكوري بطريقه سهله جدا، المكونات بسيطه جدا، موجوده عندنا في كل بيت. بدل ما تشتريه من بره وفري فلوسك، والمكونات دي كمان طبيعيه 100%، ما فيهاش اي حاجه كيميكال، ما فيهاش اي حاجه مضره. احنا عندنا هنا معلقه من جل الصبار، هنضيف عليها نقطتين من فيتامين اي. اهم حاجه يا بنات ما نشتريش فيتامين اي اللي هو في الصيدليه، اللي هو الكبسولات، ونفضيها، لان دي مش مخصصه ان هي تحطيها على بشرتك. فاحنا نجيب فيتامين اي اويل اللي هو زي ده كده، نحط منه نقطتين. كمان نقطتين من الجليسرين. وهنجيب الوان الطعام اللي هي جل، اللي هي بالشكل ده كده، او سايله، ده اللون احمر. نحط منها نقطتين ونجرب اللون، يعني لو عايزه اللون يبقى اتقل شويه ممكن تزودي الالوان. هنقلب كويس جدا على حسب الدرجه اللي انت عايزاها، عايزاه اتقل من كده اوكي، عايزاه كده تمام. طبعا لو انت بشرتك دهنيه وهتحطيها على خدودك يستحسن بلاش الفيتامين اي وبلاش الجليسرين، يعني تكتفي بس بجل الصبار مع الالوان. لو انت بشرتك جافه او عاديه زودي الجليسرين وزودي الفيتامين اي زي ما انتم شايفين كده، اللون بيبقى الشكل ده. طبعا يا بنات اللون حلو جدا وثابت جدا. لو عندك علبة جلوس زي دي تقدري ان انت تفضيها وتستعمليه بالفرشة. بالشكل ده كده طبعا اللون تحفة جدا. يلا سلام، اشوفكم الفيديوز الجاية ان شاء الله تعجبكم.